بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بحضراتكم كما هي عادتنا دائما في هذا البرنامج، برنامج نوافذ، حلقة جديدة من هذا البرنامج نلتقي فيها كما تعودنا مع قضية من قضايانا الفكرية أو الصحية أو الاجتماعية، كل ما فيه نفع وخير وفائدة للمسلمين وللأمة بشكل عام. أهل العلم وطلاب العلم يعرفون معرفة جيدة كتابا للحافظ ابن رجب الحنبلي، وهو إمام من أئمة الإسلام وشيوخه الكبار والعظام، اسمه جامع العلوم والحكم، وتحت هذا العنوان الكبير وتحته شرح 50 حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. كتاب ممتع وجميل وفيه لغة جميلة في الشرح لهذا العالم الجليل ابن رجب الحنبلي. المهم هو يختار 50 حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وشرحها، وهذه طريقة بعض العلماء زي الإمام النووي 40 النووية، اختار 40 حديثا صحيحا من أحاديث النبي وشرحها. على هذا الدرب صار أحد الكتاب والدعاة إلى الله الشباب، وألف كتابا سماه الأسطورة، واختار كذلك 50 شخصية من جيل الصحابة والتابعين وتابعيهم والسلف الصالح والفاتحين والمعاصرين والمحدثين، تنويع كده اختار نفس العدد على منوال سيدنا ابن رجب الحنبلي شرح 50 حديث. هو اختار 50 شخصية في كتابه الأسطورة. لماذا سمى هذا الكتاب الأسطورة؟ وفكرة عامة عن هذا الكتاب قبل أن ندخل ونختار بعض هذه الشخصيات من جيل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم منارات الهدى. ضيفي مؤلف هذا الكتاب والذي اختار 50 شخصية ليقدمهم للشباب وللعالم الإسلامي هو الباحث والداعية الأخ العزيز دكتور عبد الرحمن الوليلي. مرحبا دكتور. مرحبا بك. منورنا. هذا هو سؤالي، هل اللي أنا قلته ده جاء في خاطرك أنك أنت 50 شخصية على غرار مثلا أو تبركا بسيد الإمام ابن رجب الحنبلي في اختيار شرح 50 حديث، ولا كان في هدف آخر؟ تفضل دكتور. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد غيرك فيه شيئا يا رب العالمين. في البداية بشكر حضرتك على المقدمة العظيمة التي لا نستحقها، وطبعا مشايخ الإسلام الشيخ ابن رجب الإمام ابن رجب عليه رحمة الله، يعني لا نرتقي إلى أن نشبه بأمثالهم، فنحن يعني نصير خلف الركب ذا عرج يعني كما يقال يعني. فهي الفكرة في البداية كانت فكرة الأسطورة، أن احنا أصبحنا في زمان غابت فيه القدوات وغابت فيه المثل العليا. حتى كلمة الأسطورة إن كان عليها تحفظ أن هي لم تذكر إلا على سبيل الذم، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه أو إلى آخره. فالشاهد أن كلمة الأسطورة يعني أصبحت في عرف الناس يمثل تشبه بأن هي الشيء الخيالي أو الشيء الوهمي أو الشيء الذي بلغ القمة في الجمال وفي الإتقان، وبلغ القمة في أي صفة من الصفات، يعني الشجاعة والفتوة إلى آخره. حتى أصبحنا في زمن أصبحت كلمة الأسطورة تطلق على المأكولات والمشروبات والملابس، يعني كناية عن جودة هذه المأكولات أو المشروبات أو وصولها إلى الغاية، سقف الجودة يعني. ففكرت أننا نعرف الناس على اللي عايزين نلفت من أنظار المسلمين خاصة الشباب الأساطير الحقيقية في هذه الأمة، أمة الإسلام، من الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومراء المسلمين، بل من عوام المسلمين. هناك أساطير جادوا بأنفسهم وجادوا بأوقاتهم وجادوا بكل غال ونفيس ليخدموا هذا الدين وليوصلوا هذا الدين إلينا وليدافعوا عن هذا الدين، فأحببت أن أسلط الضوء عليهم فبعنوان الأسطورة. فكل منهم يعني أسطورة، وأن يفوق كلمة الأسطورة، لكن اخترت كلمة الأسطورة لأنها ارتبطت في أذهان الناس بأنها القمة في كل شيء يعني أسطورة واقعية.
أسطورة واقعية حقيقية، ليست كما يعني مش كما هو معروف خيال. أنها وهم أو خيال يعني، فأسطورة حقيقية كالصحابة مثلا، من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وأردت أن أسلط الضوء على الصحابة أيضا من غير المشاهير عند معظم الناس أو عند العوام، كالصحابة مثلا مجزئة بن ثور السدوسي رضي الله عنه وأرضاه، طليحة بن خويلد الأسدي رضي الله عنه وأرضاه، عباد بن بشر، عبادة بن الصامت، عبد الله بن أنيس، صحابة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لهم بطولات عظيمة ومواقف عظيمة لا يعلم عنها شباب الإسلام وجل أمة الإسلام إلا من رحم ربي، لا يعلم عن أي شيء حتى أسماءهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ملوك المسلمين العظام، أورنجزيب علي مكير، من 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 عوام المسلمين سليمان حلمي طنخان، من ملوك المسلمين محمد بن عبد الكريم الخطابي، كذلك من الصحابيات خولة بنت الأزور، أسماء بنت يزيد، حتى في الفتوة والشجاعة نعم هناك أساطير من النساء، خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها، إلى غير ذلك من الصحابة والتابعين وتابعيهم من هؤلاء الأعلام في أمة الإسلام رضوان الله عز وجل عليهم ورحمنا وإياهم، ونسأل الله عز وجل أن يلحقنا بهم غير مبدلين ولا زائغين ولا مفتونين. أمين. لكن في كتاب الأسطورة أنا أتصفحه وجدت أن أول هذه الشخصيات العظيمة وأضخمها وأكبرها بدأت أنت به صحيح. هو صحابي مشهور كل الأمة تعرف، وسيدنا الصديق أبو بكر رضي الله تعالى عنه. لماذا؟ في الحقيقة أنا كنت بدأت مشيت في الكتاب شوية كده من غير ما أتعرض للخلفاء الراشدين الأربعة ببنية أو بغية أن أنا أذكر غير المشاهير يعني. بعدين قلت لي يعني حسيت أن ما ينفعش ما يصحش، الخلفاء الراشدين هم أفضل الأمة بل أفضل البشرية بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد الأنبياء، وخاصة الصديق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. يعني استحضرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال حتى لا يقول قائل ولا يتمنى متمن ويأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر. الحديث وإن كان في الخلافة حتى لا يقول قائل ولا يتمنى متمن أنا أحق أو أنا أولى، إلا أن الحديث عندي وهو الحديث أصلا على إطلاق عام أن أبو بكر مقدم هذه الأمة ورأس هذه الأمة، يعني هو شيخ أصحاب النبي وخيرهم وإمامهم حقا بلا بطلان، وأبو المطهرة التي تنزيهها قد جاءنا في النور والفرقان، صديق أحمد صاحب الغار الذي هو في المغارة، والنبي اثنان صلى الله عليه وآله وسلم، ورضي الله عن صاحبه الذي وصفه الله عز وجل إذ يقول لصاحبه الذي وصفه وسماه ونعته بالصحبة هو الله عز وجل وليس أنا وليس فلان حتى ليس النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فرأيت أنه لا يصلح بأي حال من الأحوال أن يبدأ الكتاب أو أن يبدأ الحديث عن أي نفر من أصحاب النبي أو حتى من عظماء أمة الإسلام بغير أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. يعني طأطأت رأسك خجلا أمام صحيح. سيدنا صحيح. أبي بكر ألا يعني يكون في مقدمة هؤلاء الكبار. لكن خليني برضو قبل ما ندخل للموضوع واستحملني في سؤالي، الكاتب خالد محمد خالد رحمه الله يعني كتب رجال حول الرسول واختار طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من غير المشاهير تقريبا يعني أو بعضهم المشاهير، لكن أفرد كتابا آخر للخلفاء الراشدين خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم، وأضم لهم طبعا سيدنا عمر بن عبد العزيز. فلماذا لم تفرد أبا بكر أو الخلفاء الراشدين بكتاب مثله؟ ولا هو نفس السبب يعني؟ يعني هو نفس السبب هو في الأساس، لكن ربما إن شاء الله نقدر الله عز وجل يعني يسلط الضوء أكثر. ويعني وهو الشاهد أن احنا حتى في الكتاب أو في مادة الكتاب معظم مادته وسلطنا الضوء على القوة والشجاعة والفتوة. يعني هؤلاء الصحابة وغيرهم من الصحابة، هو ده الخط اللي انت خط قصدته. نعم، إظهار صفة الشجاعة، القوة والشجاعة، قوة والشجاعة يعني في 90% من مادة الكتاب. مش بس في الغزوات يعني، كل في مجال يعني. انت ذكرت الإمام البخاري، الإمام البخاري رحمه الله تعالى، الإمام البخاري لم يكن فارسا أو غازيا يعني، إنما كان ذكرت في البداية قصة الجود، هم من يجود بنفسه ومن يجود بدمه ومن يجود بماله ومن يجود بوقته، فكل جاد بما يملك. فإحنا عاوزين نتعلم الدرس ده، أن نجود بما نملك، إن لم تستطع أن تجود بنفسك أن تجود بدمك، إن لم تستطع أن تجود يعني في قتال أو في معركة بالشهادة في سبيل الله عز وجل، فجود بما تملك من وقتك في فعل خير. كنت صحفي أو كاتب صحيح. تملك موهبة الكتابة استخدمها صحيح. في سبيل الله في نفع الأمة. صحيح، في نفع الأمة. كل في مجد بما يملك. هي دي الفكرة صحيح. فكرة حصر الأسطورة والبطولة في مجال العضلات فقط دي فكرة مختزلة صحيح. مختزلة إنما مواهب الأمة متعددة صحيح. يعني نعم.
بمن ستبدأ يعني هذه يعني الإطلالة على مش عايز أسميهم الأساطير لكن الأبطال يعني؟ في الحقيقة والله يعني أنا أثرت أن أختار غزوة يعني لا يعلمها كثير من الناس، أو يعني ممكن يقال عنها سرية من سرايا الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، تعرف بغزوة الرجيع. لا وفرق لنا بما أن قلت المصطلحين يعني بين ما الفرق بين الغزوة والسرية؟ هو يقال أن الغزوة هي من يعني شارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، أما السرية التي أرسل فيها النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من الصحابة ولم يخرج فيها أو يشارك فيها بنفسه صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فمجازا يطلق عليها غزوة أو سرية يعني. فغزوة الرجيع هي من الغزوات أو من السرايا التي لا يعلم عنها كثير من المسلمين أي شيء، وكانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وبها عدد من بطولات الصحابة، عدد من الدروس العظيم المستفادة فيها، تسليط ضوء على صحابة من غير المشاهير، فيها العظيم من الفوائد والدروس والعظات والعبر. غزوة الرجيع حدثت في بداية العام الرابع الهجري على أحد القولين، والراجح أنها حدثت في نهاية العام الثالث الهجري. وللأسف كثير من الناس حتى من طلبة العلم يخلط بين غزوة الرجيع وقصة بئر معونة اللي هي سرية القراء السبعين. حتى الإمام البخاري رحمه الله تعالى عنون أو بوب بعنوان أو بتبويب يعني يوهم أنهما واحد، فقال رحمه الله تعالى: باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان وبئر معونة وعضل والقارة في عنوان أو باب واحد فجمع. لكن نريد أن نوضح، اختار الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وابن إسحاق صاحب السير والتواريخ أن غزوة الرجيع التي هي غزوة أو حادثة عضل والقارة هي غير قصة بئر معونة أو غير رعل وذكوان، هذه حادثة وهذه حادثة أخرى. ولماذا جمعهم الإمام البخاري في لأن في أحد الأقوال أن كلاهما أو أن كليهما حدث في شهر صفر من العام الرابع الهجري. فكأنه هو كتاب تاريخ، كتاب أيام النبي، كتاب الصحيح صحيح. يعني صحيح البخاري صحيح. هكذا فربما جمعهم باعتبار الزمن يعني. الزمن نعم، جزاكم الله خيرا. فالشاهد غزوة الرجيع التي هي غزوة أو حادثة عضل والقارة هي غير سرية بئر معونة أو سرية القراء أو قصة بئر معونة التي هي رعل وذكوان. فرعل وذكوان كما قال ابن حجر رحمه الله تعالى حدثت في نهاية أو في بداية العام الرابع الهجري. دي أسماء قبائل؟ أسماء قبائل وبطون من بطون العرب. نعم. فغزوة الرجيع بدأت عندما اجتمع حي من هذيل يقال لهم بنو لحيان، أقبلوا على عضل والقارة، فأرادوا زي ما نقول عايزين يعملوا تمثيلية كده يعني يأسروا بها عدد من الصحابة رضوان الله عز وجل عليهم. فقدموا في وفد على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: يا رسول الله، إننا قوم فينا إسلام، فأرسل معنا نفرا من أصحابك يفقهوننا في الدين ويقرؤوننا القرآن ويعلموننا شرائع الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى ما كان منه أن يتأخر عن طلب مثل هذا، فجمع يقال 6 من الصحابة ويقال 10 من الصحابة، وأمر عليهم عاصم ابن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. عاصم ابن ثابت في رواية البخاري أنه جد عاصم ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، والصحيح أنه خال عاصم ابن عمر بن الخطاب يعني رضي الله عنه، يعني يتصل بنسب ما يعني. نعم. فأمر عليهم عاصم بن ثابت. نعم. والصحابة هم عاصم بن ثابت وخبيب بن عدي وزيد بن الدثنة أو الدثنة وعبد الله بن طارق وخالد ابن البكير، هؤلاء الستة رضوان الله عز وجل عنهم. دول اللي راحوا، هؤلاء الستة الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الرجيع، يعني تمثل بعثة علمية يعني. نعم نعم، ليعلموا الناس أمور الدين وليفقهوهم يفقهونهم في دينهم ويقرؤونهم القرآن، عاصم بن ثابت وخبيب بن عدي وزيد بن الدثنة وعبد الله بن طارق وخالد بن البكير ومرثد بن أبي مرثد الغنوي، ست رضوان الله عز وجل عليه. الشاهد خرج هؤلاء أسماء صحابة لم يعرف عنهم المسلمون شيئا ولا أسماء الله إلا المتخصصون يعني، إلا من رحم ربي، وهذه هي المأساة الحقيقية يعني. فالشاهد خرج الصحابة رضوان الله عز وجل عليهم إلى عضل والقارة، فبينما هم يسيرون في الطريق إذ مروا بالحي المذكور اللي هو الذي حي من هذيل يقال لهم بنو لحيان اللي هم أصل القضية يعني. فأرسلوا في إثرهم 100 رام
وقيل في إحدى الروايات 200 شخص، فالجمع بين القولين 100 من الرماة و100 من غير الرماة على هؤلاء الست، على هؤلاء الست من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فتعقبوا آثارهم. كان هؤلاء الصحابة طبعا يسيرون بالليل ويكمنون بالنهار، يسيرون بالليل ويكمنون بالنهار. فحتى الذين تتبعوهم قم كده على مكان فرأوا فيه بعض النوى. يقال حتى إن امرأة كانت ترعى الغنم تعرفت على النوى لصغارها فقالت: هذا والله تمر يثرب، تمر المدينة، لقد أتيتم. عرفت إنه إيه، دول صحابة النبي صلى الله عليه وسلم جايين من المدينة، جايين من المدينة بيأكلوا تمر وألقوا النوى. نعم. يعني. فالمهم الشاهد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم آواهم المبيت إلى فدفد، يعني مكان مرتفع عن الأرض، يعني إيه، احتموا به. فتتبعوا الرماة آثارهم إلى أن حاصروا 100 واحد أو 200 مئة واحد أو 200 فعل القول على ست صحابة، على ستة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي البداية قالوا لهم: إحنا والله مش جايين نقتلكم، لن نقتل أحدا منكم. هو كان الهدف الرئيسي عاوزين يأخذوهم أسارة، يعني ليحصلوا بهم مالا من أهل مكة، لأن الصحابة دول أغلبهم كانوا قتلوا يعني مقتلة عظيمة، وقتلوا ناسا كبارا من أهل مكة وأقارب لأهل مكة من المشركين من قريش في بدر وفي أحد. نعم، الغزوة كانت بعد غزوة أحد. فقالوا: لن نقتل منكم أحدا، ولكم علينا العهد والميثاق ألا نقتل منكم أحدا. فقائد الغزوة أو قائد السرية عاصم بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه قال: أما أنا فلا أقبل عهد مشرك ولا أنزل اليوم في ذمة كافر. خلاص، وهو أصلا واحدا، قولا واحد: لا أقبل عهد كافر، أو لا أقبل عهد مشرك، ولا أنزل اليوم في ذمة مشرك، لن أنزل في ذمة. رغم أن العدد غير متكافئ، يعني هو يعني هو أبا، يعني هو سادس ستة، سادس ستة يعني. نعم، وأمامه 100 أو 200 صحيح من الرماة، ومن هو في موقف ضعف. الجواب يأتي حضرتك حالا. فضل. أنه رضي الله عنه وأرضاه كان قد نذر في حياته ألا يمس مشركا وألا يمسه مشرك، رضي الله عنه وأرضاه. ده كان نذر، نذر كان نذرا أخذه على نفسه ألا يمسه مشرك وألا يمس مشركا، رضي الله عنه وأرضاه. حتى أنه في هذا الموقف تذكر هذه المقولة وتذكر هذا العهد، وقال: اللهم إني حميت دينك في أول النهار فاحمي لحمي في آخره. حميت دينك ودافعت عن دينك في أول النهار فاحمي لحمي من أن يمسه مشرك في آخر النهار. وفي إحدى الروايات أنهم هم في هذا الموقف العصيب قال عاصم بن ثابت: اللهم أخبر عنا نبيك صلى الله عليه وسلم. وبالفعل في الرواية وصل القول إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحالهم، القول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من الكرامات الثابتة لعاصم بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. الشاهد عاصم والكرامة بن ثابت، الكرامة كرامة الأولياء، كرامة الأولياء والصحابة من جزء من عقيدة أهل السنة، ثابتة والجماعة. في عقيدة أهل السنة والجماعة أن كرامات الأولياء موجودة، ولكنها دون معجزات الأنبياء. نعم، لأن الفرق الضالة منهم من ينكر الكرامات، ومنهم من يعني إن أثبتها على النبوة أو يساويها على الأقل بمعجزات الأنبياء. نعم. فعقيدة أهل السنة والجماعة أن كرامات الأولياء ثابتة، ولكنها دون معجزات الأنبياء. ما هو النووي في تقريبا في رياض الصالحين العام الباب، باب كرامات الأولياء، باب كرامات الأولياء، فهي ثابتة في عقيدة أهل السنة والجماعة. الشاهد الصحابة رضوان الله عز وجل عليهم اختلفوا، منهم من قال ننزل، ومنهم من قال لا نقاتل. فالشاهد من قاتل قاتل حتى قتل. لكن هنا يرد سيدنا عاصم بن ثابت، عاصم بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، هذا الرد القاطع على من عرض عليه، على من هذا عرض العهد، علي أن تنزل في عهدنا وفي ذمتنا ولا نقتلك. فشهد، قيل أنهم قاتلوهم بالسيوف، وقيل أنهم رموهم بالنبال. فقتل منهم 3، قتل عاصم بن ثابت ومرثد ابن أبي مرثد الغنوي وخالد بن البكير، هؤلاء 3 من قتل. عاصم بن ثابت وفى لربه، وفى لربه، وسنعود إلى قصة مشركة، لأن كراماته كلها تتجلى بعد وفاته الله رضي الله عنه وأرضاه، سنعود إليه في آخر قصة إن شاء الله عز وجل. الشاهد بقي 3 من الصحابة رضوان الله عز وجل عليهم، بقي خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة وعبد الله بن طارق. قالوا: خلاص إحنا نسلم نفسنا طالما مش هنقتل، وهذا جائز يعني في الإسلام. فنزلوا في عهد وذمة المشركين. فأول ما نزلوا حل المشركون أوتار قسيهم، يعني الوتر بتاع القوس، أوتار القسي، وربطوهم به. فلما رأى عبد الله بن طارق هذا قال: هذا والله أول الغدر، فأنتوا حالتم مش هتقتلون ولا تفعلوا بنا كذا ولا كذا، فأنتوا كذا غدرتوا بي. فأراد أن يحل يده، فحل يده بالفعل من القيد، وأخرج سيفه فجرجروه ووقعوا معه في قتال، وقيل تأخروا عنه ورموه بالحجارة حتى قتلوه رضي الله عنه وأرضاه بمر الظهران، وقبره بمر الظهران، عبد الله بن طارق رضي الله عنه، رضي الله عنه وأرضاه. بقي خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة رضي الله عنهم، أخذهم من أخذهم من المشركين وباعهما بمكة. خبيب بن عدي اشتراه
بنو الحارث بن عامر بن نوفل لأنه كان قد قتل الحارث بن عامر بن نوفل. وأما زيد بن الدثنة رضي الله عنه وأرضاه فاشتراه صفوان بن أمية بن خلف لأنه كان قد قتل أمية بن خلف، أراد أن يقتله به. يعني ستة من كبار القراء والكبار الصحابة وعظماء الصحابة وفد النبي صلى الله عليه وسلم وبعثته لتعليم هؤلاء المخادعين الذين خدعوا رسول الله والذين لم يأتي وحي بعد، قتل منهم أربعة من هؤلاء الأكابر رضي الله عنهم، قتل ثلاثة وقيل لهم حتى كانوا عشر، وبيع أسنان تحولوا إلى رقيق يعني يعني هكذا يعني حتى هم بيع بنية أن يقتله من أخذهم، عايزين يدوهم للمشركين عشان يأخذوا المال عشان المشركين عايزين يقتلوهم يحصلوا عليهم يعني. فالشاهد خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة رضوان الله عز وجل عليه، خبيب بن عدي تجلت أخلاقه وكراماته وعظمته في أسره، وهذا نادر. ممكن واحد تتجلى كراماته وبطولاته في القتال في المعركة في, في, في مبارزة واحد لواحد، إنما كانت في الأسر. خبيب بن عدي أسر كأنه قبل ما تسر كأنه في شبه من يوسف الصديق رضي الله يعني صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يعني نشوف كرامات يعني سيدنا تشبه بيوسف في الأسر وتشبه بأمنا مريم رضوان الله عز وجل عليها في موقف سيذكر الآن إن شاء الله عز وجل. خبيب بن عدي وقع في الأسر، في البداية أساءوا إليه فقال إليهم ما هكذا يكرم الأول كرام، ما هكذا يكرم الكرام أسراه، يعني في البداية كانوا يسوء معاملته ويسوء إساره، فقال لهم هذه الكلمة فأرسلوا له جارية تخدمه وتقوم على أسره حتى تحرسه يعني. فخبيب بن عدي طلب منها ثلاثة أمور، أو هي سألته حتى في البداية ماذا تريد مني، قال أن تسقيني العذب يعني الماء العذب، وأن تجنبيني ما ذبح على النصب أي ما ذبح على غير الهدي، لحم لو قدمت لحم اللحم نعم مذبوح يعني على طريقة على غير ما ذبح على النصب على غير هدي الإسلام يعني. والأمر الثالث وأن تعلميني إذا أرادوا قتلي، ثلاثة أمور طلبها خبيب بن عدي من هذه الجارية التي كانت تحرسه أو تقوم على خدمته في أسره. وهو لم يرى في 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 أكل الميتة في هذه الحالة ضرورة؟ لا يعني كان يتورع. يا سلام، يعني زي الإمام أحمد بن حنبل ده أسير أحمد بن حنبل عندما جلد حتى أغمي عليه ولم أفيق بالماء، سأل الماء طاهر ولا مش طاهر، أنت في إيدي ولا إذا حلسان حل أنت في إيدي ولا في إيدي الوقت. وكذلك أن تسقيني العذب وأن تجنبيني ما ذبح على النصب وأن تعلميني إذا أرادوا قتل. دي الخادمة أو الجارية الخادمة الشاهد الجارية بتقول والله ما رأيت أسيرا خيرا من خبي، لقد دخلت عليه يوما وفي يده قطف من عنب يأكل منه وما بمكة يومئذ ثمر. الله أكبر. تقول الجارية وما كان إلا رزقا رزقه الله إياه، الجارية تقول هذا عن خبيب بن عدي رضي الله عنه أرضاه، تقول كان يتهجد بالليل فتبكي النساء لسماع صوته، يتهجد بالقرآن حتى النساء المشركات يبكين من سماع صوت خبيب بن عدي وهو يرتل القرآن ويتهجد بالقرآن إلى ربه تبارك وتعالى. يعني أنا أفهم أن مسلم يبكي لسماع القرآن، أما تبكي نساء المشركين على سماع، كيف بلغ هذا الأثر وهز هذه القلوب المظلمة يعني كلام الله عز وجل يعني وصدق القارئ يعني صدق كلام الله وكلام الله وصدق القارئ وصوت القارئ وإحساس القارئ يعني وحسبنا قول الله عز وجل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته، حتى مش 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 إنسان كافر أو مش لرأيته، لكن قلوب الصحابة قلوب مختارة. صحيح نعم، كما أسلفنا أو كما يقال يعني اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. فالشاهد خبيب بن عدي كان خير أسير، تقول والله ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب بن عدي رضي الله عنه وأرضاه. فلما هموا بقتله المشركون كانت بتدخل تلاقيه ياكل عنب، قطف من العنب، من أين أتى؟ وما بمكة، هي نفسها قالت وما كان إلا رزقا رزقه الله إياه. عشان كده قلت لحضرتك يذكرنا بمريم عليها السلام، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق، يجد عندها فاكهة الشتاء في فصل الصيف، فاكهة الصيف في فصل الشتاء، قال يا مريم أنى لك، قالت هو من عند الله، الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فالجارية قالت وما كان إلا رزقا رزقه الله إياه. فالمشركين حتى كانوا بيعظموا الأشهر الحرم، عشان كده كانوا سايبين خبيب بن عدي مش عايزين يقتلوه إلا ما تخلص أو تنتهي الإيه الأشهر الحرم. فلما انتهت الأشهر الحرم جاءت إلى خبيب بن عدي وأعلمته أنهم يريدونه قتله، حققت الطلب الإيه الثالث يعني كانت تسقيه الماء العذب وأن تجنبه ما ذبح على النصب، وأخبرته وأعلمته لما أرادوا قتله.
فطلب طلب أعجب وهو في الأسر كما تفضلت حضرتك، قال لا أتيني بموسى، يعني موس من الحديد، حتى يستحد به يحلق شعر عانته ويستعد للقاء ربه تبارك وتعالى، يتنظف ويتطهر ولا يترك سنن الفطرة حتى في أسره وهو مقبل على الموت. مين اللي يجي في باله أن يعني يفعل كذا أو يغتسل أو يتنظف حتى لأنه مقبل على الله عز وجل؟ أين الخوف وأين الرعب وأين القلق وأين الاضطراب وعارف أنه سيقتل؟ ما كان ده كان أنه رايح يصلي الجمعة فعايز يستحد ويغتسل ويتجهز. هؤلاء صدق فيه من أين جاء هذه السكينة وهذا الاطمئنان؟ هيجي برضو لحضرتك في موقف في قتل ونشوف الثبات بتاعه كأنهم ممن صدق فيهم يقول عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، عارف ان الاجر والثواب العظيم اللي بينتظر اعظم بكثير من ان يفكر في هذه التفاهات او في هذه الامور. فشاهد طلب الموسى من الحديد حتى يستحد به، وسبحان الله في هذه الفتره زحف او حبى غلام لبني الحارث ابن عامر حتى جاء على حجر خبيب بن عدي وهو ممسك بالموسى، واحد من ولاد الاعداء، طفل صغير من ابناء الاعداء، وجلس على حجر خبيب بن عدي. فالمراه دخلت ففزعت، الطفل على حجر أو الغلام على حجر وبيده الموسى، فقال أخفت أن أقتله؟ فقال ما كنت لأفعل ذلك إن شاء الله. وفي رواية قال إننا قوم لا نغدر، مش أصلنا، مع أنه كان قادر أنه هو يفك نفسه بمن الأسر، صحيح. فكوني من الأسر وإلا قتلته، كان قادرا على أن يقتله حتى بنفسه، وإنما قال إننا قوم لا نغدر، وعلم البشرية درسا عظيما وعلم المشركين درسا عظيما في وفاء النبي صلى الله عليه وسلم وفي وفاء الصحابة وفي وفاء الإسلام حتى وهو في الأسر. قال لكن هذا الطفل الذي يذهب إلى رجل أسير في هذا الجو، يعني رأته المرأة جالسا على حجري، نعم، سيدنا خبيب رضي الله عنه، ده له مقدمات، يعني لابد أن يكون هذا الحجر صاحب هذا الحجر، صحيح، يعني طيب المنظر و في حنو وفي إقبال. الطفل لا يقبل، لطيفة أكثر من رائعة، يعني بالفطرة لا يقبل إلا من سماحة الوجه وسماحة الخلق والبسمة والروح والملاطفة، رأى فيه جميع صفات يعني الأطفال بطبيعتهم لا يميلون على لا يقبلون إلا لمن رأوا فيه الحسن ومقومات الإقبال عليه. صحيح، جزاكم الله خير، الله يبارك في حضرتك، رضي الله عنه. فخبيب بن عدي الشاهد قال إننا قوم لا نغدر، أو قال وما كنت لأفعل ذلك إن شاء الله. فالشاهد انتهى من تنظيفه لنفسه ومن إقامة سنن الفطرة حتى في حاله وهو أسير، وهذا درس كذلك لنا من ننشغل عن إقامة سنن الفطرة في أنفسنا، قص الأظافر ونحن في عافية قص الأظافر وإعفاء اللحية وقص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة والختان إلى غير ذلك من سنن الفطرة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. دي تتحط تحت أخلاق الأسير. أخلاق الأسير، صحيح، أخلاق الأسير وأخلاق الصحابة عامة، يعني التزام الأسير أخلاق الأسير، صحيح، أخلاقه حتى مع أعدائه، يعني الواحد يستحى أن يقول أسير ده في حق العام وفي حق العام أولى، ويتركها العوام يعني أو الذي لا يكون أسيرا يعني. فالشاهد أخذوه إلى خارج الحرم أو إلى خارج الحرم ليقتلوه، فقالوا له ماذا تريد قبل أن تقتل؟ قال أريد أن أصلي ركعتين. فصلى ركعتين، وكان خبيب بن عدي رضي الله عنه أول من صلى ركعتين عند القتل، فسن سنة الركعتين عند القتل. يا سلام، خبيب بن عدي هو الذي سن سنة الركعتين عند القتل رضي الله عنه وأرضاه. من أول من سن سنة ركعتين عند القتل؟ عايزين يعملوا مسابقات في رمضان، نعم، بقى وكده، يعني هو، نعم، سيدنا خبيب بن عدي رضي الله عنه وأرضاه. فصلى الركعتين كل ثبات ولكن بخفة، هم ركعتين بس ولم يزد عليهم. طب ليه؟ التفت إليهم وقال والله لولا أن تقولوا أن ما بي جزع من الموت لزيد، كنت صليت ركعتين كمان أو طولت في الركعتين، لكن تظنوا أن أنا خايف من الموت أو جزع من الموت، لولا أن تظنوا أن ما بي جزع من الموت لزيد، كنت طولت في الركعتين بس ثم قال عمال يطول عشان، صحيح، يهرب من الموت. الله أكبر. ثم رفع رأسه إلى السماء وقال اللهم أقصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبكي منهم أحدا. قال رواة الحديث وشراح الحديث فلم يحل الحول وواحد منهم حي إلا رجل لبد بالأرض عندما سمع هذه الدعوة. الله أكبر، دعوة مستجابة في التو في ظرف حول أو عام واحد، لم يحل الحول وواحد منهم على قيد الحياة. هل كان خبيب هو أول من دعا بهذا الدعاء؟ يدعو بيقين، نعم، رضي الله عنه وأرضاه، قال اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا، بيقين وبثبات. وأعداء الإسلام في كل زمان ومكان، نعم، اللهم آمين. فالشاهد
مقبل على القتل بكل ثبات، لولا أن تظن أن النبي يجزع من موت الزيت ثم يدعو عليهم ثم يقبل ثم يتذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول: اللهم إني لا أجد من يخبر نبيك مني السلام فأقرئه السلام. الله رضي الله عنه. صلى الله عليه وسلم. فسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم لم وحتى وصل السلام في الرواية، وصل السلام إلى مسلم ورد عليه السلام وقال: قتلوه الآن، صلى الله عليه وسلم. الله حمل سلام، حمل السلام وأصلب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال جبريل دخل على مسلم وهو جالس بين أصحابه وأقرأه سلام خبيب بن عدي رضي الله عنه وأرضاه. الله أكبر. الله ورد عليه السلام صلى الله عليه وسلم. ثم أنشد خبيب أبياته المشهورة: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. رضي الله عنه وأرضاه. الله أكبر. فلما أرادوا أن يقتلوه وضعوا السيف عليه بعدما صلبوه، قال له أحد الناس، أحد المشركين: يا خبيب، أيسرك أن محمدا مكانك وأنك في أهلك منعم، صلى الله عليه وسلم؟ فقال: والله بدون تردد، والله ما يسرني أني في أهلي منعم ويشاك رسول الله صلى الله عليه وسلم بشوكة يشاكها في قدمي، صلى الله عليه وسلم. دكتور عبد الرحمن، هذا كلام ممكن بسهولة نقرأه في كتاب من كتبك، كتاب الأسطورة، أو عند خالد محمد خالد، أو في السير. نقرأ هذه الرواية بأعصاب باردة، لكن حينما نعيش حرارة الكلمات في هذا الموقف العصيب، ده واحد مصلوب وخلاص بينه وبين الموت والقتل. نعم. بهذه الطريقة، لحظات، من أين أتى بهذا الثبات وهذه السكينة وهذا الحب لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما ينبغي أن نتوقف عنه ونتأمله، عشان تبقى سطور باردة ولا كلمات نسمعها في خطبة أو درس أو في قناة فضائية، لابد أن نعيش هذه المعاني. غرس فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني الغيب والإيمان بالجنة والإيمان بعظيم الجزاء، الإيمان بقول الله عز وجل: ولا تحسبن ولا بشوكة واحدة، ولا بشوكة يشاكها في قدم، حب النبي صلى الله عليه وسلم. حتى زيد بن الدثنة هو ليس النبي أمامه صلى الله عليه وسلم، وهو يعني كل هدف أي إنسان في مكان أن ينجو بنفسه، ينجو بنفسه، حتى لو كلمة يقولها، حتى يعني إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان لم يقلها. قال: والله ما يسرني أني في أهلي منعم ويشاك النبي أو يشاك رسول الله صلى الله عليه وسلم بشوكة يشاكها في قدمه. زيد بن الدثنة رضي الله عنه، الآخر، أسير الآخر الذي كان عند صفوان بن أمية، لكن قتل الآن، استشهد خبيب بن عدي، وقل الستار على سيدنا هذا الصحابي الجليل الولي. أنا انتقلت المشهد، لأن يعني زيد بن الدثنة قال نفس الكلمة عندما سئل نفس السؤال، أيضا سئل: أيسرك أن محمدا مكان؟ قال: والله ما يسرني أني في أهل منعم ويشاك رسول الله صلى الله عليه وسلم بشوكة يشاكها في قدم. أبو سفيان تعجب، كان يومئذ مشركا، وقال: والله ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. يعني هذه المواقف تستخرج هذه الشهادة من أعداء الإسلام وقتها. صحيح. منها أبو سفيان الذي رضي الله عنه، تعجب وغير أبي سفيان، إثبات محبة الصحابة للنبي، ليس بالكلام وليس بالأشعار، إنما بالحياة. كانوا يثبتون حبهم للنبي بحياتهم كلها، زي ما قلنا، مش الحياة مقابل حياة، ده الحياة مقابل شوكة. الله أكبر. يعني مش الحياة مقابل حياة، يعني أموت ويحيى النبي، أو يسرني أن أحيا ويقتل النبي، لا يسرني حتى أن أحيا ويشاك النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن أكون منعما في أهلي ويشاك النبي صلى الله عليه وسلم بشوكة يشاكها في قدمه. عروة بن مسعود الثقفي كان كذلك مشركا، لما قدم في صلح الحديبية على النبي صلى الله عليه وسلم وعاد إلى أصحابه، قال: يا قوم، لقد وفدت على الملوك والرؤساء والحكام، لقد وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي، فما رأيت أحدا يعظمه أصحابه كما رأيت أصحاب محمد يعظمون محمدا صلى الله عليه وسلم. يقول: والله ما توضأ محمد وضوءا إلا كادوا يقتتلون على وضوئه، وما تنخم محمد نخامة إلا سقطت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. وانظر إلى هذا الوصف التفصيلي لمحبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، لم يكتبه كاتب إسلامي، ده رجل من المشركين، ويتعجب ويخبر المشركين: والله ما رأيت يعني أحدا يعظم يعني أصحاب محمد يعظمون محمد. وختم وقال في نهاية الكلام: ما أمرهم محمد أمرا إلا ابتدروا أمره، وما تكلم إلا خفضوا الصوت عنده،
ولا يحد أحدهم النظر عنده إجلالا له، يدرش يبص للنبي ولا يدقق النظر في النبي حبا في النبي وإجلالا للنبي وإعظاما للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا يدعون إلى العجب، لكن الكلام في النقطة دي يطول يطول جدا. يطول صحيح. يعني كيف ملك محمد صلى الله عليه وسلم هذه القلوب؟ هل بالفعل أو لا تفعله بالأوامر والنواهي؟ ليس هذا فقط. فبما رحمة من الله صلى الله عليه وسلم، ولو كنت فضا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ملك قلوبهم بالإحسان، ملك قلوبهم، يعني لا يقول إذا أردت أن تسترق قلوب الناس فأحسن إليه، يعني كما في الحديث المشهور حديث همام بن أثال وقصة الأسير الذي كان أسيرا عند النبي صلى الله عليه وسلم وأطلقه ثم يعود النبي صلى الله عليه وسلم من تلقاء نفسه ويسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. القصة طويلة حتى لو أريد أن أخرج من صلب القصة، أو ممكن نختم بها حتى في النهاية. فحب النبي صلى الله عليه وسلم ويعني دفاع الصحابة وتفاني الصحابة في حب النبي وفي الذود عن النبي، يعني حتى أبو سفيان هو بيقول له هنجيب النبي نقتله مكانك، ده حتى بيضرب له مثل. أنا بس فقط يا دكتور ومعليش اسمح لي بتأمل في كلامك الجميل في هذه المشاهد الرائعة. يعني دائما أسأل نفسي، هل أحبوا النبي ثم آمنوا به أم آمنوا به ثم أحبوه؟ يعني الميكس ده والخلطة دي، يعني أيهما تقدم؟ يعني أرد على حتى يفتدونه سيدنا الشيخ الشعراوي بالغالي والنفيس بأرواحهم في مواقف ليس هو موجودا فيها صلى الله عليه وسلم، والسماء تتدخل إذا صح التعبير وتنقل سلام سيدنا خبيبنا في لحظة القتل، ويتحرك جبريل بأمر الملك العلام إلى رسول الله فيبلغ رسول الله سلام عن واحد من الأمة، عن فرد من أصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. يعني شيخنا الشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى في قصة الهجرة وحديثة الهجرة ومن حكم الهجرة، لماذا كانت البعثة في مكة والنصرة في المدينة؟ رد بقول بليغ وعظيم قوي جدا في هذه المسألة. لماذا كانت البعثة في مكة؟ طب خلاص البعثة في مكة، خلاص خلي النصرة في مكة وخلاص. أو لو هنخلي النصرة في المدينة كانت البعثة من الأول في المدينة وخلاص. قال لأن أهل مكة هم أهل النبي صلى الله عليه وسلم، قريش عائلة النبي ونسب النبي وقبائل النبي صلى الله عليه وسلم. فربما يقول بعض الناس أن العصبية لمحمد هي التي خلقت الإيمان بمحمد، ولكن أراد الله عز وجل أن يكون الإيمان ولولا رحمتك لرجمناك كما قيل، يعني أراد الله عز وجل أن يكون الإيمان بمحمد هو الذي خلق العصبية لمحمد صلى الله عليه وسلم. من الأقوال البديعة المأثورة للشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى. الشاهد فخبيب بن عدي قتلوه بعد هذا المشهد العظيم، وكذلك زيد بن الدثنة رضي الله عنه أرضاه. بقي عاصم بن ثابت عاوزين نرجع له، القائد العظيم الذي قتل ولم يرد وأبى أن ينزل في ذمة أو في ذمة أو عهد مشرك، فقتلوه رضي الله عنه وأرضاه. عاصم بن ثابت رضي الله عنه أرضاه كان كذلك مطلوبا. امرأة كانت تدعى سلافة، هذه المرأة كان عاصم بن ثابت قتل أباها رضي الله عنه وأرضاه في غزوة سابقة، يعني في غزوة سابقة، نعم، من سلافة بنت سعد. فسلافة بنت سعد حلفت أن إذا أتي لها برأس عاصم بن ثابت أن تشرب فيها الخمر، في رأس عاصم تحولها لمج أو كباية يعني تشرب فيها، نعم، انتقام، يعني إلى هذه الدرجة. كان جرح ولديها وقتل أباها كما يقال في الروايات. فحلفت أن إذا أتي لها برأس عاصم أن تشرب الخمر في رأس عاصم بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. فأرسلت ورصدت مكافأة عظيمة لمن يأتي لها بشيء حتى من جسد عاصم بن ثابت. فسألوا عن المكان الذي قتل فيه عاصم، ذهبوا إلى عاصم، فلما اقتربوا من عاصم أرسل الله عز وجل ظلة من الدبر، من الزنابير والدبابير والنحل، فحمد جثمان عاصم وحالت بينهم وبين عاصم. احنا بنقول كده النحل أو الدبابير يعني اللاسعة، نعم، كانت هي حراسة لجثمان، صد رباني من الله عز وجل وحماية لجثمان عاصم بن ثابت الذي نظر ألا يمسه مشرك ولا يمس مشركة، وكأن الله استجاب دعائه في البداية. اللهم إني حميت دينك في بداية النهار فاحمي لحمي في آخر النهار. الله أكبر، الله استجاب دعائه. خبيب بن عدي ما يدعو، مع أن كما قالت أسماء رضي الله عنها لعبد الله بن الزبير، إن الشاة لا يضر الشاة، سلقوها بعد ذبحها خلاص قتل، لكن استجاب الله له، استجاب الله عز وجل، حماه الله سبحانه وتعالى. عشان كده الحديث العظيم قال يحفظ الله العبد المؤمن كما حفظ الله عز وجل في حياته حفظه الله بعد مماته، يعني احفظ الله يحفظ حتى بعد مماته. سيدنا عمر قالها مخصوص عشان سيدنا عاصم بن ثابت، قال حفظ الله في حياته فحفظه بعد مماته،
قال إن الله يحفظ العبد المؤمن. فكانوا الله. كلما اقتربوا من جثمانه أتت الزنابير في ظل وحائط يعني رباني من الله عز وجل، من الزنابير والدبابير والنحل حمد جثمان عاصم. وما يعلم جنود ربك إلا هو الله. فرجعوا قالوا نأتي في المساء عندما تنصرف هذه الزنابير. فأرسل الله عز وجل سيلا وما بالسماء يومئذ من قزع ولا سحاب، أرسل الله سيلا فاحتمل جثمان عاصم بن ثابت إلى حيث لا يدري أحد وحماه الله عز وجل. يعني هذه الكرامات، هذه المخلوقات وهذه السماوات قد تتحرك بأمر الملك العلام سبحانه وتعالى من أجل عبد ولي من أوليائه عز وجل. هؤلاء الصحابة يعني سطروا أعظم السطور وأعظم المشاهد وأعظم البطولات والتضحيات في سبيل الإسلام وفي سبيل الدعوة إلى الله عز وجل. هم راحوا في البداية ليه؟ راحوا عشان يبلغوا الناس دين الله عز وجل. قتلوا وقالوا هذه المقولات ليه؟ دفاعا وحبا عن النبي صلى الله عليه وسلم. رسخ في قلوبهم قول الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. هذه الآية نزلت سبب لها سبب نزول عظيم جدا. يعني حتى يمكن موقف نختم به إن كان الوقت يعني لا يسمح، هو فعلا الوقت يعني خلاص. نختم بعبد الله بن حرام رضي الله عنه وأرضاه، جابر والد جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه. عبد الله بن حرام قتل في غزوة أحد وكان من أبلى بلاء حسنا عظيما في غزوة أحد. فجابر يعني توفي والده وترك له في رواية 6 من البنات أو 7 من البنات أو 9 من البنات. الشاهد حتى لا أطيل، رآه نفسه منكسرا متغيرا، قال ما لي يا جابر أراك منكسرا؟ فقال له يا جابر أما علمت أن الله كلم أباك كفاحا، يعني بغير واسطة ولا ترجمان. أما علمت أن الله كلم أباك كفاحا؟ فقال له عبدي سلني أعطي. ربنا بيقول لسيدنا عبد الله بن حرام سلني أعطك. فقال يا ربي أسألك أن أعود فيها إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية. فقال الله عز وجل إنه سبق القول مني أنهم إليها لا يرجعون. فقال عبد الله بن حرام يا ربي فأبلغ من ورائي. فأنزل الله عز وجل قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون إلى آخر الحديث. هؤلاء تلامذة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني هذا يرى في يده قطف من العنب في وقت ليس فيه ثمر هو أسير، سيدنا خبيب بن عدي، كمثل مريم، شبه بمريم الصديقة البتول. وهذا أيضا يعني يكلمه الله كفاحا، وكلم الله موسى تكليما. أفراد هذه الأمة من صحابة النبي فيهم شبه من أنبياء بني إسرائيل والأنبياء الله عز وجل. أي كرامة وأي نسبة نحن نفرط فيها حينما لا نفتخر بانتسابنا إلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى هذا النبي العظيم صلوات الله وسلامه عليه. يبقى إحنا خلاصة ما قيل إذا اخترنا أساطير غير هؤلاء الأبطال نقتدي بهم فنحن نعيش في أسطورة وفي خيال لا واقع له، وهمي. صحيح. إنما إذا أردنا المجد كل المجد فلنجلي سير هؤلاء خصوصا الصحابة غير المشاهير. صحيح. تحكي لنا على كرامات وأشياء. وأنا في النهاية بختم مع حضرتك الدكتور عبد الرحمن ولا أريد أن أختم لكن الوقت داهمنا. يعني هؤلاء بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم لمهمة، فأسر منهم من أسر وقتل منهم من قتل وكلهم قتلوا تقريبا. يعني ما ندم فيهم أحد وما لام النبي صلى الله عليه وسلم أرسلنا لنقتل، وفي ناس تانية بتقول لو أطاعونا ما ماتوا وما قتلوا. يعني المخزلات كثيرة ومع ذلك لما سوموا أن يكون النبي مكانهم قالوا ألا بشوكة واحدة، صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. يبدو أننا أمامنا طريق طويل في مثل هذه اللقاءات وهذه المحطات لنجلي للأمة هذه البطولات المخفية عن شبابنا والذي يراد له أن يتخذ أبطالا وهميين ليتأسى بهم دون صحابة النبي ورجال هذه الأمة. دكتور عبد الرحمن الكاتب والداعية والباحث الكبير جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يفرح بك صحابة النبي صلى الله عليه وسلم حينما تلتقي بهم بإذن الله في مقامهم الأمين،
ويقولون يا رب هذا كتب عنا فرض عنه كما رضيت عنا يا رب العالمين. شكرا دكتور عبد الرحمن، وبشكر حضراتكم على يعني هذه المشاهدة وهذا الاستمتاع. أنا متأكد أنكم استمتعتم بهذا اللقاء مع الدكتور عبد الرحمن الوليلي، جزاه الله خير وجزاكم الله خيرا. تحياتنا لطاقم التصوير ومخرجنا أيمن النبراوي، تحياتي لحضراتكم. نلتقي السبت القادم مع نافذة جديدة من برنامج نوافذ عبر شاشة الندى المباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.